Phased first rebel. خلك سلطان، سلطان خلك في النص احسن، خلك في النص. انا المعلق اقول خلك في النص. يلا حامد طرشو، عطوا زعجه. حامد الحين قام يزعج يعني. توج ذا تي في سلاش المجلس جيمز. فيزد ريبل نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وياكم سيف السويدي، وياي هني من الفريق المنافس اللي بينغلبون ان شاء الله اليوم عبد العزيز النمر. شو استعداداتكم؟ استعداداتنا اول شيء نحن بادين متاخر اليوم. يعني بتفوزون ولا بتخسرون؟ ما اعرف اصلا، ما اعرف انه بيلعب من فريقنا اصلا. زين لين الحين يعني. هاي يعني ما شيء استعدادات. انا ما شيء استعداد. لا فريق تعرف انه بيلعب يعني ما شيء استعداد. لا ان انا اقول ما اعرف انه ما ابغاك تعرف منو بيلعب. ايوه اوكي، يعني نوع من الغموض. واللوز وصل اولي. طبعا فريقنا اسمه شاشو تيم ضد فريقكم كله اللي اسمه كله بالقياس. شاشو معناته يعني اسم بنتي، انك نيم مالها شاشو عشان تي يعني تكريما حقها يعني تستاهل صح؟ اوكي زين. وكل الحين نقاط عليهم نفسية كلها بالقياس، لان الحين بتشوف ان كل شيء بالقياس. بنشوف ما ادري يعني. انزين اول مباراة عندنا بتكون ضد كيلكس وسلطون. كيلكس من فريق شاشو ضد سلطون من فريق كله بالقياس. بدل برو كنترولر يستهبل عشان شيء. لا لا مو بالكنترولرات هذه، فكونا من شرها طبعا. بس فصل فصل من ناحية البانينج المفروض اول شيء يبدون بسالفة الروك بيبر سيزرز. كيلكس يوم بتبدون روك بيبر سيزرز حسب منو يسوي بان اول. ما كنت انصح سلطان يكون اول واحد لان والله كابتن فريقكم حد طلع سلطان في البداية، فنشوف. شوف انا احس ان خليفة غير، كان بيختار جانندورف بس. اوكي اول شيء عند كيلكس البان الاول بيصيرون على المراحل الحين. كيلكس سوى بان لباتل فيلد، مع ان سلطان ما يداني باتل فيلد على فكره يعني. والله انا اكره باتل فيلد، هالمرحله مستحيل افوز فيها. حتى لو شخصيتي اوكي بهالمرحله بخسر فيها. انا ككابتن فالكو ما داني باتل فيلد لان الاج دوم. ابدو خلاص ابدو. اوكي طبعا اللي ما يعرفون قوانين الكرو باتل، يبدون بثري ستوكس والستوكس والستوكس تكمل طبعا ما شيء تايم ليمت. وبداوا الحين انزين. كيلكس بدا بماريو. ماريو مو بشخصيته الرئيسيه، بس ممكن نقول انه ماريو من الشخصيات اللي يعني اكثر شخصيات السيف في اللعبه. انزين حتى انا وايدين يلعبون في ماريو بالضبط. كل حد عنده ماريو. زين يحاول يبعد بالفلاد. الاب سماش مالت مستر جيم ووتش فيها انفنسبلتي، فلا تحاول تتحداها. بس تعرف اذا مالتي هيت موف هذا بتضرب على اخر شيء من الضربه حتى ارجع البدايه. الحين نشوف ان لين الحين الجيم بعد في توتر بعد في تساوي. البرسنتج ريد عند سلطان اوكي، الحين عند كيلكس. بس ان مستر جيم توتش وايد خفيف. مستر جيم واتش ثالث اخف شخصيه الحين في اللعبه مع اضافه ميوتو، ثالث اخف شخصيه، كان ثاني اخف شخصيه. اوه ريفرس اب سماش على اساس انه ورقه، عرفت يعني. نتندو ما شاء الله تحب الواقعيه. حاول ينهيها بالابي لكن ما قدر. ممكن تذبح خصوصا اذا سواها ريفرس. الجابس نيوترال بي مع سلطان، هاي الكلاسيك. يسوي فيها سبيسنج، انا اشوفه شيء زين يعني. يخليه يعني ينزل تحت عشان يسوي بالضبط. نت بوكس مان سبايك ما يجي، يحاول يدز زياده. حاليا التقدم عند كيلكس. كيلكس مسيطر. كيلكس طبعا بما انه شيلدنج لا يعني
مو بايست، فان كل واحد لازم يشجع فريقه. فجو كينكس. سلطان شد حيلك انت. اوه داون سماش اولموست كانت بتشتله. الرينج مالها عالي، الرينج صحيح. عالي سريعه ما فيها اندقناك. باك ثرو قريبه. شوف نفس الورقه يطير يعني اللي هو اخر. اوه سماش الحين تقدم ل ها كيلكس. حاول يسوي نيوترال اير بس هو ياخذ الستوك باك. توقع الرول وحصل الاب سماش. مساويين الحين. الحين اللعب فيت 29 to 29 ستوكس. بس سلطان حاول يجمع الداون بي، حاول يجمع الباكت. اوه سماش يا سماش لا تتحداها، عندها برايورتي مو طبيعي. نيوترال جابس اب سماش بعد مرة ثانية. يطيح في الاب سماشز بشكل مو طبيعي. اوكي نشوف اللاعب اللي يكون فوق وايد يا سياكل دامج. يحاول يبعده، يحاول يتوقع النقزة هاي بس ما داون سماش اب سماش داون سماش كلها يعني ضربات سلطان كلها تركب على بعض وكلها سريعة. ما صار للسبايك لان هالستيج ما سبايك ما يصير تحت يعني. اوكي كان سلطان بيموت بس كيلس انقذه صراحه. ما اتوقع انه كان بيتعلق. لا كان نازل تحت، كان تحت مستر جيم ايش يسمونه يبين انه ما بيتعلق بس يتعلق. تعرف هاي ما شاء الله سماش فور كل حد يتعلق فيه. مغناطيس عند مغناطيس بالضبط، ماجنت هانز مثل ما يسمونها. الحين اي سماش من اي طرف ممكن تذبح. يا اخي بس مباراه قويه لان الحين كيلس نزل وايد تحت. بعد ينضرب بالتاوة. هاي التاوة مشكله تحرق. انا ما تعرف شو صار والله العظيم يطبخ ترى فيها. انت لو تلاحظ ان كيكس كله يحاول يسوي اب سماش ريفيرست اب سماش، ان هاي الفيرست هيت بوكس من الاب سماش تسحب. اوكي حلو نايس تك. بس تك خذ له اب سماش. الحين في تقدم، لازم قدر الامكان يسوي ليد بهالتقدم هذا. زين ما ادري ليش استخدم الجاب ذبحك مره الفلاد. اقصد يوم نزل له هيلوكس استخدم الفلاد عادي. سلطان يحاول يذبح بالجاب. اخر شيء تذبح ينزل دي اي غلط. مو بدي اي غلط، لا هو شيء دي اي صح. لو بسوي دي اي غلط يبي يطلع منها. لا انا يعني تعرف كلاسيك عبد العزيز النمر دي اي غلط اسوي شيء. انزين سلطان يحاول يضغط بس مو بعارف كيف يعني. وحش سلطان خذ له الداونير. سلطان بس خذ 5% 5% ايه بس ما اخذ وايد بس اوكي. المباراة قوية صراحة. داش اتاك نيوترال بي داش اتاك داش اتاك يعرف ان يلعبون ضده. داش اتاك ضرباته وايد سريعة. ما تعرف يا ضرباته متى تطلع، نفس الوقت ما تشوف هي تطلع. اب سماش على داون سماش على هذا. اوكي يحاول يضغط اكثر. استخدام الكيب كان غريب بس مو مشكلة. ما اتوقع انه يقدر يسوي له كيب بس انه لاحظت انه يوم سوى كيب انضرب مفروض ما يضرب. مساكه سلطان يحاول اب اير اب اير الاب اير داون سماش داون سماش دز حتى مو سيف عشان بعد يبغي يلعوزه بس مشكله الاكسسيف انه وايد يسوي رول فعشان كذي انضرب بالاب سماش. اي بس تعرف الهيد بوكسز عند مستر جيم غريبه. لا ياخذ له زين. حلو حلو التقدم الحين حق فريق شاشو شاشو تيم. المباراة كانت حلوة صراحة، كانت متقاربة بس الفلاد دز سلطان على الطرف احاول يرجع بالفورد اير ما وصلت. كيلك من اللاندق لاك كيلكس قدر يسوي فورد سماش سريعة وقدر يعني الحين بالنسبة للكاونتر بيكس عنده ايش يسمونه كيلكس يقدر يحذف مرحلتين من وشاعر يقدر يختار مرحلة من المراحل الباقية. بس نسوي ابديت للسكور كله بالقياس اسم فريقهم فيه كله بالقياس يقول لك. انزين روزالينا وماريو الحين ايش يسمونه طبعا يقدر يحذف المراحل اللي ما يبغيها. اتوقع ان كيلكس حذف باتل فيلد. اتوقع باتل فيلد وايد دور اوكي حق روزالينا فيصيرون كلاسيك ستيج اللي هو سماشفل. قبل كان كلاسيك بداية كيلكس لازم ينتحر مرتين سلطان. وبعدين يبدون بنيوترال ستار. لعبت اوكي ترى
خذوا الكاونت الكاونت داون من عندي اوكي الكاونت داون من عندي خله بس كل واحد صوب اوكي 3 2 1 جو الحين بيبدون زين روزالينا طبعا انت من اكبر كارهي روزالينا بس اليوم انت اكيد تحب روزالينا لانها فريق انا ما اكره روزالينا اكره النجمه هاي لومه ما اللومه اللومه اختصار يعني شيء مو طبيعي تسوي دامج اكثر عن روزالينا زي بس الحين ضاغط بشكل صح كيلكس كيلكس بس استعمل سوي سبيس اول شيء كيلكس سوى طلع طلع اللومه اللومه طلع اللومه دائما شوف باك ثرو طلع اللومه يس دائما طلع اللومه وتاخذ راحتك يا روزالينا يعني على على كلامهم ان روزالينا تنزل تير ليست بشكل كبير اذا اشتمونا اذا بدون اللومه حتى ان شوف لو تلاحظ ان خليفه يوم يمسك روزالينا الباك ثرو لو لومه كانت قدامه ولا ورا تطير وحتى الستيج صغير بعد يستخدم هالطريقه عشان يطلع اللومه الستيج بعد شعر مو بعارف يدش بطريقه مو بعارف يدش بدون اللومه بدون ما لومه يعني صراحه لان اللومه توقع الرول على الورا وسوى اب سماش بالضبط اتوقع ان اب سماش ثاني ممكن تذبحها يعني روزالينا خامس اخف شخصيه في اللعبه وفلوتي بعد وايد فلوتي اي فلوتي مو مشكله بس بالعكس فلوتي ممكن يطلعها من الكومبوز لكن ايش يسمونه اب سماش بعد مخفتها اللي هذا خذ اب سماش بعد مره ثانيه توقع الرول بعد سوى اب سماش بالضبط الحين ايش يسمونه 28 ل 26 ستوك زين خليفه مبدع اليوم ممكن ياخذ ستوك زياده بنشوف شو ممكن يسوي يحاول هو يبعد ايش يسمونه روزالينا قدر الامكان روزالينا انت بس ايش يسمونه طلع اللومه وجلس اضغط عليها ما تقدر تسوي شيء بدون النجمه ترى اللومه شفت الدامج اللي يسوي اللومه مو طبيعي حتى يعني النوك باك حتى لو انك تنضرب بالضربتين ضربه روزالينا وضربه لومه تاكلها عدل اوكي ما استوى السبايك ما استوى السبايك اول زاويه كانت اقصد اللومه مو بلاقي امكان يتنفس كل ما يدخل يقول اوكي انا برا الستيج وايد صغير يا عم الستيج صغير طلع عكس صالح لهالدرجه هو لهالسبب هو سوى بان ايش يسمونه باتل فيلد اوكي اب سماش ثانيه ما ندري كله بس يحاول انه ما يضرب يحاول بعده خذ له فورورد سماش اول فورورد سماش يقدر يسوي ادج جارد لا زين اي واحد منهم على بعد ايش يسمونه سماش واحد من الموت داون سماش خذ له داون سماش نوت انف تو كل زين سوي يضغط باللومه نبغي ستوك بس زياده اوكي شو كانت هذه تو داون سماش اب سماش شو؟ كانت اب سماش وروزين سوت سبوت دوج سبوت دوج وهو ضربها بالداون سماش هذا ايوه زين لين الحين نشوف ان اوكي ستوك زياده كيلكس يقدر ياخذ ستوك زياده نتمنى نشوف ان خليفه يلعب لعب وايد سيف بالضبط لان هذه كروبات الكروبات المفروض لازم ما تموت لو شو استوى يود ستوكاتك قدر الامكان داون تيلت فورت سماش داون سماش ماريو ما يقدر يسوي كومبوات عدل لكن يقدر يذبح بعد اسرع عن قبل فنشوف اذا بيقدر او سماش بتذبح على الكم هاي وايد خفيفه 70 80 ممكن تذبح بعد ان روزالينا ما تقدر تذبح يعني صعب انها تذبح بدون لومه بالضبط وهو ضاغط ايش يسمونه ضاغط عليه من ناحيه انه مطلع له اللومه مو مخللنا يا هم شوف طلع بس هذا اللي هو يلعب عليه ويرسي العوزه بالفلاد استخدام الفلاد وايد غريب ووايد ذكي انا بس اوكي كانت بتذبح هاي كانت ممكن تذبحها وخصوصا انه سواها ريفرس لان اول هيت بوكس من الابي يذبح في نوك باك اكثر شيء البيسك نوك باك عالي انزين الحين ما قدر يمسك اللاندنج ماله كلا استعماله لل زياده الحين منو بيدخل؟ ستوكين الحين يتقدم سهيل ماريو ثاني الحين سهيل لاعب ماريو
ففاهم الماتشاب وجيد. بنشوف كيف نغير الاسم الحين. سهيل لا تختار باتل فيلد. غير الاسم زولين اكتب سهيل اي كي اي زولين ابديت. اوكي الحين طبعا ماي لايف عنده مرحلتين يقدر يحذفهم من الحين هو المراحل الكامله والكاونتر بيك بيكون عند زولين وعنده ستوك واحد بس. بالضبط عنده ستوك واحد فان شاء الله يعني سيل ياخذ الستوكات بدون ما يخسر اي ستوك. الحين كان قريب انه ياخذ 3 ستوكس اب سماش واحده كانت بتاخذ خلاص. الحين لو ملخص ما سبق ان سلطان لعب ضد خليفه سلطان اخذ ستوكين وخليفه اخذ ثلاث بعدين خليفه لعب ماتش كامل بستوك واحد وخذ ستوكين. بالضبط كان يقدر ياخذ ثلاث ستوكات هاي. والحين ماي لايف ضد زولين ماي لايف بيكون بتكون عنده حياه واحده وزولين بيكون عنده ثلاث حيات. الحين ياس يسوون بانينج تتوقع اي ستيج ماريو اي ستيج زولين بيروح؟ والله شوف اتوقع سهيل يمكن يصير سماشفيل او تاون سيتي لانه هو يعجبه الستيج. ايه تاون سيتي ويحب تاون سيتي بس صراحه انا ما انصح تاون سيتي. سماشفيل روزالينا تقدر تذبح بسهوله فيها. اب تلت لا ابير ابير والهذا زين. الحين ينتحر مرتين الكاونت داون من عندي شباب. لو شوي شباب يعطونا فيدباك على الخطوه اي شيء يكون زين. 3 2 1 جو. زين بدأ المباراه الحين سيدا ايميديتلي وذ ذا باك ثرو ما طلع اللومه كانت في النص بالضبط قبل اب سماش اب ايرز باك اير. لعب سيل شوي غير عن لعب خليفه. ايه سيل يدش اكثر يدخل بالباك اير اكثر. مشكله ان لومه تحمي روزالين عن وايد اشياء. بالضبط تحمي عن ال ما حاول انه يطلع ايش يسمونه لومه الريكفري عنده دائما على الستيج ما اعرف ليش ما يصير على الادج لانه يحاول بالطعم انه هو وهي في الستان يعني في اللاج مال الابي لومه تقدر تتحرك ترى النجمه تقدر تضرب. بس وعد تعرف انت ما تاكل لك اب سماش ولا شيء ولا هذا زين يرجع محاوله اتش جارد ما قدر داون ثرو اب اير اب اير شو بنشوف منه. اوكي سماش اوه اب سماش عرفت ان سيل حافظ الحين الانفنسبيلتي فريمز مال شو يسمونه يوم انت تقوم عن الليدج. اوه عطاه سترينجز اوف اب ايرز ذبحته صراحه الريج يمكن ساعد انا ما اعرف صراحه سالفه الريج حتى بدون ريج تذبح وايد بيسك نوك باك عالي جدا وايد اوه كانت بتاكل اب سماش وخلاص. الحين تشوف ان ماي لايف يحاول بس يتم حي زياده يحاول ياخذ بس حياه ستوك واحد بس. نشوف لومه رجع المفروض. اوكي نايس ريكفري يعني اب سماش هذا لا فور سماش اب سماش داون اير اب اير باك اير اوكي كان بياكل شمونه اب سماش اب اير ثانيه اب اير الحين بتذبح عند روزالينا بتذبح حتى خلينا نشوف الحين كان بيجيب الاب اير كان في الست اب اوكي وياخذها شو يسمونه ماي لايف ماي لايف خذ ستوك واحد وخسر ستوك ف الحين منو بيطلع؟ الحين الكاونتر باك بيكون عند فريق سامونا كله بقياس كينج واريو الحين موجود سيل يطلع نظام الكومبوز وايد بالدراجه. اوكي نشوف الناس بان فاينل ديستريشن وبان باتل فيلد نشوف ان سيف يعطي نصايح حق سيل فريقنا لازم اعطيهم نصايح. إيه؟ شوف فاينل ديستنيشن اكيد الباقي الثانيه كيفك زين سهيل اللي هو زولين الفريق الثاني ماي لايف طرشه وش يسمونه كينج واريو كينج واريو اللي هو ايوه كينج واريو محمد الهاشمي كله بالقياس. الحين الكاونتر بيك بيكون عند شو يسمونه؟ عند كينج واريو هذه باتل فيلد تعتبر ميفيرس تعتبر باتل فيلد
كل الستيجات هنا موجودة إلا في ستيج ناقص ما أعرف اللي هو مال باك مان. أوكي ما حد يعني ما حد ناسين هالستيج. أوكي الحين سيل لازم ينتحر مرة لأنه خسر ستوك. أوكي انتحر. أوكي سيل اللي هو ماريو. أوكي بنعطيهم الكاونت داون 3 2 1 جو. زين يبدون الحين واريو. شو رايك؟ ما داني الشخصية لوع للشب ليش؟ كيف ينقز كيف حركاته شيء يعني من الاشياء تخلي واريو جو الدراجة والداون بي والنيوترال بي هالشيء يا اخي يرفع الضغط مو ليش؟ يعني داون تيلت داون تيلت والله ما ادري كيف. المهم ما بلازم اخبركم قصة كرهي لواريو الحين. شوف هاي ينزل بمسكة ما ينزل بضربة ينزل بقراب. يس هي يغطي لان رينج البايت وايد حتى لو بتحاول تضربه بعد تنأكل. زين يطلع من الدراجة يفرها كانت ممكن تضربه. اوكي كل التاير زي طاقته ما ظل زيد يمكن واحد اذا تاكل الدراجة كلها زيدت 1% فما توقع الشموه بس تخلي الداون بيت تكون اسرع تستوي اسرع ترى. هي صح. زين لان هذه كيو بانش مالت ماريو تذبح يعني اللي هي الوافد هي سالفة انها تذبح على الطرف ما تذبح على فوق فمن ناحية يعني من وين ممكن تذبح على فوق بعد اذا انت من تحت تضرب في الفوق هي بس انه هي تفرق وين مكانك في الستيج. بايت ضغط عليهم بايت حاليا فور ثرو اقوى من باك ثرو عشان شي استعمل فور ثرو. البرسنت الجديد الحين عند محمد الهاشمي كينج واريو زين بس يعني لعبه في واريو وايد وايد اوكي يعني لعبه غريب شفنا ان احنا الناس يلعبون فاريو بس نفس مو وايدين يلعبون فاريو يعني. شفنا الحين في ثلاثة يستخدم الداون بي ياخذ منه الستوك تريد تو انضرب ما تو مكان الدراجة بس ما زاد الطاقة ابدا. زين الحين ايش يسمونه واستخدم الداون بي الحين يعني الحين فاتس نوت ان اوبشن الحين كينج واريو الحين يقدر يستعمل الداون بي كينج واريو يقدر يستخدمها بس ما بتكون قوية مثل الكي او بانش بس تقدر تستخدمها اي وقت بس يعني كل ما خليتها اكثر كل ما كانت احسن تقريبا اظن دقيقتين تستوي اقوى شيء صح؟ دقيقة و50 ثانية شيء شيء تقريبا دقيقتين شيء شيء استخدم اوت اوف شيلد لا ما سوى اب سماش ابدا تريا وايد حتى ما يعني حتى يحاول يمسكه ما قدر يمسكه بعد نشوف انه واريو مسيطر يعني جدا ضاغط بشكل كبير. زين ما شاء الله يعني لعب الهاشمي الحين لعب كينج واريو وايد سيف مركز عدل مو مغلط وايد بالضبط الحين ياكل بيرس يقدر المشكله سيل كل ما يعطيه وقت اكثر يقدر انه يترتش الدامبي مالته حتى يقدر يذبح فيها لان حتى لو هي مترتشه كل يقدر يذبح فيها تذبح هالبرسنتج يعني 46 بتذبح بس على الطرف حتى الستيج بعد صغير بعد يعني لازم يصير سين مرات يستخدم طرق يعني يقدر تو مثلا كان يعطي فورورد سماش بس هو يحاول يحصل ايرلي كل يعني يحاول يقرا الاير دوج او يتوقع اير دوج يتوقع النكزه اي شيء حاليا البرسنتج ريد مبلا شلمونه ابدا ما استوى ستيج بايك النقبه كان شويه مو بوايد حاليا يعني لين الحين كينج واريو كل ما كان وايد برسنت يعني سيل اللي هو كل برسنتج وايد سيل مو قادر يشتغل باك ثرو مو قادر يشتغل نشوف باك ثرو طبعا ما تذبح على الطرف واريو بعد تجيل بعد مو بنا خفيف يعني اوب مسكه باك ثرو عن فاير بول اوب باك ثرو الحين بتذبح سوى البيفت جراب باك ثرو بنشوف اذا بيقدر سيل ياخذ على الاقل ستوك زياده اذا اخذ ستوك زياده بيكون المفروض انه يلعب السيفست اس باسبل يعني يلعب ما عنده نكزه الحين واريو ما عنده نكزه اير دوج ابير قصدي ابي الابي تذبح صح؟ ما تذبح الفور تذبح الطرف حتى مو بقويه وايد بعد اوكي شيء يعني نقباك محترم ابير 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 كومبوز الحين قام تركب لازم سيل يحاسب من الداون بي اللي ممكن تطلع في اي وقت خصوصا لو هي مب كامله لازم يحاسب منها اوكي ذات واز ان سيف ايش يسمونه الفورورد سماش الفورورد سماش ابير ابير ابي ممكن سيل ياخذ بعد ستوك زياده الحين سيل حصل المومنتم المطلوب الحين
توه كانت بتذبح بس كيف ما ذبحت؟ ذبحت الطرف الثاني بالهيت بوكس ضرب شيء. عنده سوى سبوت بعد. لا مش انه سوى سبوت، ضربت على هاك الصوب مو على الصوب الثاني. اوه اوه الابير ذبحت هذا بالابيرز. نشوف ان الجمهور تحمس شوي، في تشجيع في تفاعل من الجمهور. زولين شو سوى الحين؟ خذ حياه من ماي لايف وخذ حياه من كينج واريو. لحظه 23 هذيل كم؟ 24 صح؟ زين لا لا ما اتوقع 24 لان 33 6 اي صح 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 انبدلنا من عندكم وستوب الحين شوي كينج واريو عدل في النتيجه يعني كان. نشوف الحين منو بيطلع من فريق شاشو تيم. اقول له فريق نحن زين. نشوف انه منو الحين نيو تيمبس. نيو تيمبس يبغي بس مصر انه ما يلعب فيليجر مع انه فيليجر عنده ادفانتج كبير على واريو، بس هو ياس يفكر بنفسه بس الحين عشان شيء مو بياس يفكر بالفريق. سعود خذ راحتك ها. لا الكابتن بنشوف يمكن يختار متنايت ولا سامس. بجلس ينتحر متنايت لانه ما شاء الله يعني دوم ينتحر متنايت، بس خلنا نشوف بنشوف زين. طبعا لازم انت نفس الشخصية كينج واريو لازم ها؟ واريو لا انزين احد افضل حالتين ما تبغي تلعب فيها. سعود نيو سعود نيو دش على الستيجز عشان يسوي بان. نعدل في الاسم. كيف في سبيس؟ انا ما اعرف الحين اول بطوله سعود كان زعلان انه كان كاتبين اسمه غلط. اي كانوا كاتبين اسمه غلط نيو تينكس. لا مو تينكس ما ادري ايش كان تيمبوس. تيمبوس بالاو كان شيء بس اسم كان حلو يعني ما حد لاحظ اتوقع نص البطوله لاحظ. سعود الحين بيغير شوف التحكم ولا بس بيطالع يتاكد من كل شيء اوكي. متا نايت سمعنا صوت متا نايت نحن. متا نايت ضد واريو. انا ضد هالكاونتر بيك بس شو بدري له. اتوقع بيختار هالبرت لان هالبرت صقفه ما يحب يلعب هو ما اترك سوى فيها كاونتر بيك وما بيصير ابا بس عشان تاون سيتي صقفه نازل بعد شوي. متا نايت يذبح كلها على الفو كلها ها. نشوف انه راحوا دريم لاند. هالستيت ينفع حق متا نايت لانه يقدر يضغط من تحت بالابيرز ويقدر انه يذبح من وقت من ال الحين المفروض الكان واريا وش يموت. هذا وماتا بالدراجة زي يبدون على نيوترال ستارت من البداية. اوكي 3 2 1 جو زين بدأوا اول شيء الدراجة. بدأ بالدراجة. نشوف سعود متا نايت سريع ويقدر يدمج ويقدر يذبح بسرعة بالأبي من فوق. بس ان نشوف ان سعود كله في الهواء ينقز يعني لان هذا احسن ابروتش يعني بدال ما تسوي رول وغيره. خذ له جاب انضرب وايد. سعود مو ممسخن ولا؟ والله ما ادري يحاول يذبح بالابير ابير 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 بس يفلت منها. اوب ياكل بالجراب الابروتش مال شلمونه ماله دائما بالشلمونه بالبايت بال هي لانه وايد تنفع. يحاول انه يضرب ولا بالدراجه طلع عمره بالدراجه حلو زين استخدم داون سماش او اير ميلس يطلع عمره هو بالدراجه كل ما يقدر انه يطلع عمره لانه تخليه يفلت من وايد اشياء يعني. اوه الابي ما تذبح بس انا لو انه فوق شوي زياده ممكن كانت تذبح.
باكي ماري شلون ما احس بها كانت مناسبه زين ينضرب بالدراج كل شويه قدر يشرد انت الحين الحين كينج وار يقدر ترى بما ان عنده حياته يقدر ياخذ ثلاث حيات يعني ممكن وحتى سعود بس المفروض بس ياخذ حياتين وخلاص ولازم يفضل انه ما ينتحر قصدي ولا يموت ما نشوف شيء يقدر يسوي ما يستخدم هون فرور سماش وايد معنا ما فيها اندنج لاج مون اوكي الحين الدامبي عند كينج واريو بس بطيئه لين ما تستوي يعني وحتى الرينج مالها مو بوايد بس بعد اوه كل الفورد سماش فورد سماش مال واريو وايد قويه انا كنت اشوف اختيار الشخصيه سيء بس ما ادري شو نقول ده بس الدامبي الحين موجوده وممكن تذبح في اي وقت اوه اوكي باش اتاك حق ابي ترو كومبو هاي كنت بقول كلمة بس ما قلت انا اللي هي؟ ما بقول اوكي نشوف انه حاول يسوي فورس ماش ما كانت بتسوي شيء يعني اوه اوه اللعب الحين استوى اجرسف زيادة صراحة ضاغط واريو على ايش يسمونه ابير ابير سعود دوم يضيع الابيرز مو بهالسهولة هي مو بسهلة حتى ان البرسنت مال واريو وايد شوية مو ما بتركب بغض النظر التشين هذا صعب شوية هو يقدر يسوي اب اير لازم دايما باك اير بعدين فقط. يسوي جاب ريست اوه كل الداون بي الحين كينج واريو يقدر ياخذ ستوك واحد وبيكمل ممكن باخذ النيوترال تعادل الحين صح؟ تعادل بالضبط سعود مشكلته انه ياكل ضربات وايد المفروض ما ينضرب فيه يحاول يضغط بس ما قدر من تحت اوه نيوترال نيوترال بي نيوترال بي ممكن تذبحنا لازم يصير فوق و برسنت عالي بس هي لو كانت مالتيبل هيت وتم وايد يعني حتى لو يعني كيف لو هو بيسوي سبوت دوج ولا بيسوي رول تقدر تضربه يعني صح حاليا مستمر كينج واريو اخذ وايد ستوكس ايه او ما قدر ياكله فورورد لا فورورد ثرو فورورد ثرو عنده تذبح غريب انها تذبح صراحه حتى بت فورورد ثرو تذبح ايه هي اقوى من الباك ثرو ترى على فكره يعني لو نشوف اذا انتوا كينج واريو سوى باك اير عندها لاندنج لاج وايد بس وايد. سعود ما سوى شيء يعني اوه مره ثانيه كانت بتذبح هي كيف اقول لك عندها بيسك نكباك عالي فان البرسنت يعني كيف ما يفرق وايد بس نشوف بياخذ بانش ما اخذ بانش فور دير ما تذبح مال فواريو استخدم الدراجه هي تنفع الكومبوز انه كيف فور دير تو داون بي او فور دير تو نيوترال بي نشوف ان الحين كينج واريو متقدم يعني حتى إن يعني صح البرسنت ماله 80 بس انه متنايت الطريقه اللي يقدر يذبحها انه يعطيه هاي داش اتاك تو اب بي كينج واريو يمكن اي ضربه عادي دراجه اوكي اوه مره ثانيه هاي من قذت الدومبي ما كان يبي يذبح فيها شو السالفه سعود يقول انه مات ما ادري مستسلم حاليا اوه بتذبح ما اتوقع ما شاء الله داونير داونير ذبحت حاليا انا قلت المفروض ما كان شلمونا سعود كان المفروض يختار فيليجر ما كان المفروض يختار متنايت بس قلنا لكم يفكر بس كان بنفسه ما يفكر بالتير شكله ما اعرف ليش كاره فيليجر يعني فجاه كان يكره فيليجر يعني لين الحين كينج واريو خذ خمس ستوكس كينج واريو خذ خمس حيات وعنده الحين كينج واريو خذ خمس حيات عنده حياه وعنده الحين حياه واحده وبيلعب ضد ديفل اكس والحين فريق كله بقياس متقدم حياه واحده بس
زين انا بتوكل عندي لعب كرة. سلطان بتعلق؟ بتعلق؟ علق عندي لعب كرة انا. سيل روح خلاص هلية الحين أحل. ثلاثة اثنين واحد ده الجيم الحين ردينا في دريملاند مرة ثانية دبل اكس ضد كينج واريا وان شاء الله وايد شرس كركات ما حسبت الحين سعد ما دبل اكس معروف ب حي الله حامد وحي المحل كيف الحال خير الحمد لله الاخبار دبل اكس معروف بستايل اللي وايد وايد اجريسيف يعني طول الوقت يهجم هاي يلعب بيوشي اشوف انا بالبطولات متعود على الواريو بعد هو لاعب اثنين واريو لاعب مرتين ضد مرتين لاعب ضد كينج واريا هي اظن لعب وياه بعد قبل شو اسمه مرتين بس هو اخر مره في ايفو لعب ويا اثنين واريا حتى لعب ويا حمد اهلي كان تعرف حمد اهلي ايه حمد اهلي هي يلعب حمد اهلي وبعد فاز عليه صراحه كفو والله يعني اللعبه عجيبه هو ان شاء الله كينج واريا وايد عليه يعني تركس لو ما تعرف تلعب ضد واريو بيبهدلك هو لا لعب يعني شيء ما يعني تعرف يلعب مرات جروكس فلي مرات يلعب واريو يعني ما عنده لعب واحد ما عنده لعب واحد الماتش بيكون صح يعني ضد الربيعة ولا هذا ولا شو اسمه نشوف نحن الحين المباراة نشوف شويه كينج واريو ماخذ الليد واريو شيء ماخذ الليد 20% هو يوم يحط الدراجة دوم يعني بيسوي شيء غريب يعني يخليها تدار يستعمل الهيد حق الدراجة يعني تعرف لأن مرات يوم تضغط ويا الدراجة ولا تعطي الدراجة تكون ضربة أقوى تسوي ستان تكون ضربة أقوى بعد فا الحين مثل ما نحن نشوف بعده متجدد من هاشمي بس إنه ما نشوف يعني بعده منو بيبدع ولا منو ياخذ الستوك فخلنا نشوف أوكي البيت ماله وايد خايس SD والله انفورشنت صراحه وايد بس انه تعوض ان شاء الله بس الحين المشكله ان كينج واريو عنده ضربه ايوه يعني برسنتج وايد لا كينج واريو صراحه مبدع والله وايد 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 شل التيم صراحه ف الحين خلينا نشوف شو بيسوي الحين كينج واريو كفو عليه كفو عليه كيفك عادي زين فالحين دبل اكس يحاول يشيل الستوك بس ها هو الحين شوف وايد مستعيل عليه مستعيل على الستوك لان ما يبغى يخسر ستوك ثاني فالحين مثل ما تشوفه وايد متهور يعني قام ما في شيء حاليا يعني ما في شيء بس ما شال الستوك بس عادي يعني يمكن يلعبون عقب فرنجيز بس كان وايد قريب انه يشيل الستوك مالك خذ راحتك خذ راحتك مالك خذ راحتك تو ضغط عليه بس ما شال الستوك شفته اوه ما قدر يشيل الستوك ما رام يشيل الستوك بس بعد كفو عليه الهاشم صراحة شل كم ستوك شليت؟ ستوك واحد شل ستوك واحد كل مني هنتين ومن سعود ثلاث وهني واحدة انا شليت شل ستوك هي. واحد شليت ستوك كم واحدة وثلاث واثنين ست ستوكات بس هو اوريدي مسوي ابديت نيو ريكورد الحين 3000 باتل بس انا قصدي نيو ريكورد شال 6 ستوكات ما شاء الله عليه ما شاء الله الحين بي ام جي من فريق شو اسم فريق الشارجه كله بقياس كله بالقياس هي كله بالقياس فالحين بس انا اكتب ووتر ميلون يعني الحين نشوف فرق ستوك واحد بس هو اظن غير لقب اللي ووتر ميلون اظن ووتر ميلون ما لقب غريب يعني بس ان يعيبه زين زين خلينا نسوي ابديت واظن نحن الحين متجدمين بستوك واحد ولا؟ بستوك واحد ايوه هذا اخر خلاص ماله سعود اللي هو دبل اكس جالس يفكر شو يسوي بان ادري شفته نفس ضد يوشي ماتش اب ما نعرف هو لما سوى الدي اي بعد كان بيطير بس يوشي يعني يوشي الموفمنت ماله الاريال موفمنت وايد زين ونفس معروف بالريكفري الخايس فيمكن يرمي يسوي له اي شيء ما ادري بنشوف الحين نحن كيف الماتش اب منو خذ ووتر ميلون؟ يوشي ونس ها؟ يوشي ونس الحين بس خلينا نشوف الحين خلينا شو به؟ نشوف ووتر ميلون بيغير الجهاز يقول جهاز خربان فبرد العيد
technical difficulties. تستوي. أقول لك البح خلع في أول سلوت ولا آخر سلوت. لا تخلى في النص. شوف الحين شغال. بس يوشي برجع انت من السيتي. انتحر. مخربط السعود. هاي بعطيهم. كاونت داون تريا وكل واحد يرجع مكانه. يلا. ثلاثة. اثنين. واحد. جدا قوي واحد بس عادي يعني. ما علي زين خلينا نشوف الحين. اوكي بدا بداونير يوشي. اوه ووتر ميلون جالس يضرب يعني ضربات قويه. ها شوف انا ياس يستلم ضربات صراحه ما ادري ايش الجاب مال يوشي. اوه كان بينزل كان بيعطي سبايك زين. قاعد الجاب مال يوشي وايد وايد يخدع لانه وايد سريع. هو مو بس الجاب ماله حتى السماش ماله فرونت سماش وهالاشياء مثلا شو يوم يضرب يرجع ماله يرجع لورا الهيد بوكس الهيد بوكس يستوي له الشفت حتى ما تعرف ايش السالفه. ما تعرف تضربه. شوف الحين يعني جيم ايفن بس السعود شوي عنده شوي متقدم الحين تقريبا ايفن. كان بيكسر الشيلد داش اتاك من نفسه. خلينا نشوف الحين شو يسوي داونير طيب. اوه سوى بيكي ثندر بس سوى داون بي يوشي ونزل وكنسل الكهرباء وضربه بعد. الحين لو تلاحظ دبلكس بيحاول يجتل. انا اسمع الحين سيف ياس يقول حاسب من باكترو. ما ادري ليش دوا ما سوى باكترو والله غريبه صراحه يعني ليش مع انه ما توقع كانت تتسر بس هي بس على الاقل انه تطلع واحد تخليه في بريشر يعني تعرف انه يمكن تطلع الكاركتر يكون في بريشر يمكن برا. داون بي ما جت ما جت له ما جت له. دي اي حلو دي اي حلو من ووتر ميلون من ووتر ميلون. الحين نحاول. اوه نايس باي باي ووتر ميلون. زين الحين باقي له ستوك واحد يوشي بنشوف بيسوي شيء. فورورد غلط ما نقصه ما نقصه. نايس ده والله يعني الدوج ياس يسوي شيء غريب يعني تعرف يسوي اكثر من مره سبوت دوج وهذا ما يتوقع يعني دبل اكس ما يتوقعها. ايه صح. الحين بنشوف جتها لعب الفورورد مو بالسبايك بالسبايك بس انه مو سوت سبايك يعني برافو سوى النوك باك على الجدار ما ادري ليش لان ما ضرب من مكان السبايك. ها هو السبايك يكون اظن شيء من تحت ولا؟ ها الحين اشوف الحين المومنتم عند دبل اكس فبريشر كله هو يوشي معروف اذا يعني اخذ المومنتم هو من التكنيكال كاركترز اللي وايد يعني يروم يسوي اشياء واذا استلم يعني من ضربه واحده يروم يسوي وايد فنش وهالاشياء معروف فيه. ودبل اكس بعد والله يلعب عدل فيه يعني صراحه لعبه وايد عدل فيه. اوه سوى جاب لوك بس بس تاخر وايد تاخر فرامي سوي رول وايد تاخر في السماش صح صح لا لا اللوك ما استوى عدل لان الجاب اللوكينج موف جت متاخره. الحين شوف يالس يحاول يجتله ما رام زين. سعود يهجم داش اتاك ما يخاف تحسبه. ها لا سعود يلعب اجريسفلي لان تشي وتشي عنده ستوك لو ياخذ ستوك بيفيد التيم وايد يعني فهو ما يبغي التيم كله بقياس يعني يقدمون بتو ستوكس تو ستوك صح فهاي هي فالحين ايوه نايس نشوف باك ثرو بس بعدها بعد ما وصل الريج ما وصل للريج. اوه خربت 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 قبل ما خربت قبل انه ضربت الكره نفسها فرور دير ما جت شو اسمه هي اب سماش اير دوج ما ربسه اشوف انه كلهم حب نحس انه ووتر ميلون بيحاول يسوي باك ثرو شوف باك ثرو كل 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 ما جت ايوه على زاويه الدور ثاني مره باك ثرو باك ثرو باك ثرو كل فور ووتر ميلون. الحين متجذمين بتو ستوكس على شاشو تيم شاشو تيم ما شاء الله هذا اهداء حق بنت سيف, بنت سيف. ما شاء الله تتربى في عزه ان شاء الله. الحين اوه عندنا سناك سناك, سناك البطل الحين بطل المجلس اهم شيء انه جاي وياه باوزر بعد لو يشوفون عنده اقول لك اربع شيء باوزر ايش ما اعرفه يسوي اشياء غريبه. بليز كيب ات بي جي 13 بليز
لان الحين اكثر واحد ماخذ ستوكات كينج واريو. كينج واريو ما شاء الله عليه ستوكات وعقبه كيلكس ماخذ 4 ستوك. كيلكس بعد وايد بدع وايد مو 4 اكثر ماخذ 5 ستوك. ستوكين من ستوكين الشاعر و 3 ستوكس من سلطون. اول واحد سلطون. سلطون كفو عليه قدر يشيل عنه 2 ستوكس بس الشاعر كويس لان الماتش اب كان خايس والستيج كان صغير فروزالينا بس 1 باك ثرو من ماريو ويسلل له. من شاف يوشا بنفسجي مرة ثانية. أوه. هل هذا انتقام لدبل اكس ولا لا؟ والله شكله بس انا اخر بطولة سناك لعب فيها لعب بس بيوشي وقدر هو حين يحاول يدرب قدر بيوشي. قدر يوصل فيه وينرز فاينلز بس خسر من كيلكس. كيلكس ما شفنا جانندورف من كيلكس اليوم. والله انا استغربت انه اخذ ماريو بس صراحة ماريو ماله بدأ ماريو وايد بدأ يعني ما شاء الله احسن من يلعب. انا اللعب اليوم كان وايد متواضع ما له تحصل تحصل هي. تحصل يعني حتى مثلا ما تبع نيوتن بس اليوم بعد يعني ما كان شو غير غير تشارزار كان ديناصور بنفسجي خذ هو لا هو يحب يلعب بلاتفورمز يا تشارزار هذا شيء معروف شو اسمه نشوف ثالث مره دريم لاند ايوه وربع. ايوه انا مستغرب انه وايد ياخذ دريم لاند فالحين بس بنعطيهم كاونت داون 3 2 1 اكشن زين ف الحين بدا المباراه خلينا نشوف الحين الفريق كله بقياس فايز بستوكين نشوف شكل شيء اظن هالستيج خايس حق نس بعد لان يوم يسوي ابي ولا شيء تي يتوهق انا اشوف والله بريشر خايس من سناك صراحه يعني ميود يعني ذا اونلي دامج اللي هو حصله من سايد بي ماله اللي هو فاير بليتس فلير بليتس داون تلت فيها ويد بوكس الحين والله هاي احلى شيء يحاول يخرب البيكي ثندر ماله احلى شيء حق الجيمبيك صراحه والله انا توقعت انه ينزل يسوي له سبايك تو لا لان مجازفه كبيره هي مجازفه كبيره صح بس هو ايوه صح 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 تخسر ستوك صح صح واو كفو 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 والله نايس كم اربع خمس سووا 3 اظن استخدم البلاتفورمز اب ثرو على اب ثرو على البلاتفورم عشان تي هي عشان تي عشان تي شو اسمه بس ما نشوف واتر ميلون بيقدر ياخذ ستوك من سناك ولا غابيرون كل حد يعرف سناك انا يعني من نقطة نظري اشوف ان سناك العب واحد في الامارات ما شاء الله ما ادري شو يطلع الاول وايد ياخذ سما سميث ترى هو ياخذ كل الكاركترات يعني احس انه يجرف الكاركترات فشيء غريب يعني مشوف الاشجارد بالنار اقول لك النار وايد بالنار. وايد وايد اشجاره وايد حركه بعض الناس تحسبونها مو وايد زينه لا هي زينه يعني حتى انا يمكن احيد ايام كنت اختار باوزر كنت اسوي فيها نفس الشيء حتى تشارزارد ايام بوكيمون ترينر كنت اسوي فيه نفس الشيء بس انه ما اشوفهم هنا يسوونها وايد يعني انا مستغرب يعني هي وايد توهق مثلا كاركتر نفس لويجي نفس الكاركترات اللي مثلا اذا خسروا الجمب خلاص يتوهقون فالحين بنشوف باك ثرو واحد اظن باك ثرو واحد بس باكير ما بسويت سبوت لو كان سويت سبوت اكيد كان بيموت والله انا عشان شي قلت لك ومثل ما تشوف سناك عطى تاب على الهيد الحين ايفن مره ثانيه 18 ستوكس الحين هنا بيكون عندنا دبليو من فريق كله بقياس بيتحدى سناك انا ذكرنا دبليو يلعب بزيرو سوت والله يلعب كذا كاركتر والله هو يلعب بزيرو سوت يلعب ويفت يلعب ويفت بس ما توقع يشوف ويفت والله عادي لان اخر فتره اشوفه كله يلعب ويفت بس يعتمد انا هي لعبه عجيب انا العب ويفت بس كل مره العب فيها اخسر بعدين ارجع على ايوه تعرف يعني ما تبغي تاخذ الريسك متى شو اسمه تاخذ ويفت يعني مثلا خاصه في البطولات وهذا بس انا اشوفه في الفرندز يعني اخر فتره حتى يلعب اونلاين وايد يلعب ويفت ومثل ما نشوف ستيج بانز الحين سناك بنشوف شو بيسوي سناك يقول بان فاينل ديستنيشن وحصل كوتشنج من سيف الحين ايه سيف لازم سيف زين راشد ايه لو ما ترمي يلس لو ما ترمي الحين يلس عادي يفكر ما يقول بان فاينل ديستنيشن ودلفينو اكيد دبليو سماشفيل بيلعبون في سماشفيل بنشوف الحين سناك اكيد بيتم تشاريزارد سجل يصير يغير لون ولا لا عادي يغير لون بس اهم شيء الكاركتر الكاركتر نفسه ما اظن يعني لو اللون هو صح مثلا انا اخذ الوان معينه عشان العب فيها عشان تكون معروف ايوه الحين نشوف زيرو سوت مثل ما توقعت انا ايوه والحين اثنيناتهم زيرو لازم كاونت زيرو فسيده بدو ما في لا كاونت داون ولا شيء اكشن المهم يعني تاخرنا شوي
جاب 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 مثل ما نشوف الحين خلينا نشوف شوي يستوي كيف الماتش اب. نير انا صراحه اخاف والله على زيرو سوت يكون في زاويه ضد شاريزارد لانه بس زيرو سوت اذا سوى دام ثرو حق شاريزارد بعدين ابير 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 ابي بكل سهوله لا اكبر شاريزارد هي هو كبير بس انه ثجيل بعد لا تنسى يعني ثجيل بالعكس الثجل بيساعدها لانه يعني تعرف يكون ريت مال ابير هي فاست بول بس اوكي نايس نشوف في هذا اوه طلع بالابي ابي والله حلو والله الابي مال شاريزارد اوه اوه انتحار اوه اس دي انفورشنت اس دي ما عليه ما عليه نو بروبلم نو بروبلم نشوف دبليو بس الحين كانوا يعني صراحه اللعب متكافئين وايد وايد كان لعب قريب ما اظن ان بيكون في وايد فرق بينهم الحين اوه والله نايس 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 فوت ستول باي دبليو يلا 3-0 وطري شوف تيم كله بقياس وايد وايد متحمس على الهدف بس انا بعد لي سناك دائما يسوي دومينيشن في البطولات ما بس اغرب اذا سناك بعد فاز سناك يرومي ايه ما شاء الله سناك اكيد يعني ما نخاف عليه بيطيره 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 اوه شوتينج ستار طيره والحين 2-1 بتشوف الحين راشد عبيد بيروم شو اسمه لانه هو سناك صراحه غلط وايد يعني تعرف غلط يعني الثاني مره شبه اس دي شبه اس دي حصل فستو لانه حصل فستو فالحين خلينا نشوف هو واقف على البلاتفورم شوف يلعب سيف الحين شوف يلعب وايد وايد يلعب سيف يحاول ما يخسر الستوك الثاني لانه يعني متجدم بطريقه يعني حلوه يعني فحلو انه يتجدم على سناك شوف الحين لو تلاحظ دبليو بكل صعوبه يعني يدق الارض لانه عنده باوزر اوه فور اوردر بس باك اب يعني صراحه كومباك باي سناك مو طبيعي الصراحه 21% سناك مبدع صراحه فخلينا نشوف الحين شو هو اظن ياخذ الشاريزارد البنفسجي تعرف ريدلي هي ريدلي هي على اساس ان ريدلي هو قال هاك اليوم بعد لانه كان يبغى يدخلون ريدلي في سماش بس ما دخلوه فهو اظن بعد كان ياخذه في بروجكت ما اظن ولا في بروجكت تم هي ما اعرف والله ما ادري هو ما اعرف ايش عن بروجكت ترى نفس الشيء بس هو وحيد انه ابير نايس اوه بس اخذ ضربه ما ضرب ضربه ما ضرب زين نايس اوه نايس بس ما استوى سبايك داون سماش سوى داون سماش الى داون بي حركه نايرو بس ما نزلها هي ما نزلها هاي المشكله لو نزلها كان بيكون شيء في احتمال فخلينا نشوف الحين بيروم ياخذ الستوك الحين اثنيناتهم وايد قريب اظن واحد ابي من اسمه تشارزارد بعد عادي ينهيها يعني لان تشارزارد وايد قوي في السبيسنج خاصه السبيسنج مال سناك شيء عجيب صراحه ريفرس بي وصل 100% اظن الحين هو بس يبغى يسوي له اب ثرو الحين تشارزارد يرمي السب بكل سهوله اب ثرو وجتال ونهاها وسناك سوى حركه معروفه يسوي باد وبعد يعني صراحه كفو عليه كفو عليه كفو على يعني صراحه سوى كم باك عجيب سناك سوى كم باك عجيب كم ستوكس الحين طف يمكن نيرو لا 5 ستوكس 2 من ووتر ميلون و 3 من راشد عبيد ودبليو دبليو صح بعد يعني الاول انا الحين كينج واريور الاول الحين كينج واريور متعادلين سناك وكيلوكس متعادلين ايوه الحين نشوف تيم كلب قياس خايف كل احد يقول لا مو انا اللي بدخل ما ادري والله صار شيء يعتمد الحين صار اقول لك فهود انت بترا صعب يسوي لك جيمس كشبار بتروم ولا لا كشبار زين اوكي الحين كشوار يجي ايوه كشوار بنشوف شو بيسوي ضد سناك سناك ايوه كشوار معروف بعد اول مره اشوفه يلعب انا لا هو كان يلعب قبل بعد بس انه ما هو تخصصه دبل وين في تيمكم تخصصه دبل هو كشوار صراحه هو يلعب دبل وايد اوكي بس انه يسوي دبل سكرو باتل والله ما اعرف شيء غريب والله شيء غريب صراحه بس الفكره مش بطاله صراحه يعني ما ادري والله الحين مثل ما تشوف الحين ستيج سلكشن سلكشن سناك يفكر كوش اوه شو سويت بان؟ كوشبار فاينل ديستريشن شو اسمه اختار جيم ما في وايد بلاتفورمز الحين نشوف ال فاينل ديستريشن وشو سويت؟ سماش بيل؟ كوتشنج من دون ايوه بس اللي هو حامد يقول له خذ الدور بدون اقول لك دكانت زين ذا كان زين وايد زين ايوه زين في احتمال يصيرون ذا كان اوكي
اوكي حلو سناك سوي الحركه. اوه سناك الحين عنده تهديد بعد قال ما ابغيهم ياخذون ذاكان. صب ايوه 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 تحمست صراحة كلاش كلاش حار من بينهم اعصابك وشوار. ما متعودين على الـ على الـ هذا الكروبات الزوايد. ثالث كروبات اللي يستوي اظن الثاني من بيننا نحن بس ثالث كروبات لانه في واحد استوى في اركيد كافيه. اركيد كافيه ايوه انا كنت موجود هي بس انا ما كنت اعرف اول مره في حياتي فكان شيء غريب فالحين خليه ينتحر مره ينتحر بالستايل بعد الحين اهم شيء ان الكوشبار بعد ياخذ ياخذون البطاط 500 بوينت بعد زين والحين يلا بنبدا ها 3-2-1 اكشن اوكي يلا الحين بيبدون ف ستوك واحد عند سناك شوفوا الحركه اللي ولا خلنا نشوف الحركه اذا بنسويها هو في حركه اظن من فوق الشيره صح؟ هاي خس الشيره ايه ادري فانا حيد ان كيركس بس سواها مره يعني باك ثرو فورورد اير اتوقع هاي اوه زخام من برا على الدراجه ترى شيء غريب والله شيء غريب انه ما انضرب من دراجه يعني تعرف كان بغاه ياخذها زين سايد بي كان يبغى يستعمل كان يبغى يستعمل الهيت بوكس مال الدراجة يسوي لك ستاند بس ما راح ايوه فالحين نشوف كوشبار والله صراحة والله يلعب زين صراحة بدا يدش الرذم فالحين مثل ما تشوف السبيسنج بعد مال سناك الحين اتوقع سناك يحاول يسوي بيت عند الشارع عشان يسوي اشوفه بس الحين بنشوف شو بيسوي كوشبار بعد الحين اوه دعمه بدراجة بيرم يسوي له شيء ابي شرد منها صراحة نو اوه كيف شو سوى؟ سوى السايد بي لا بس هو كان طالع يعني ما كان صوب الدراجة فكيف انضرب؟ شيء غريب صراحة طبعا انضرب بالسايد بي مال والله ما اعرف صراحة يعني جيم وايد رايت كلوز اوه خلينا نشوف انا اتوقعت افرو افرو كنت اتوقع انا اتوقع كان يسوي افرو يحاول يسوي ادج جارد اظن بالنار نايس اوه ابتلت الحين بيفرد دراجة، الدراجة وايد تقريبا موجودة. لا بس دراجة وايد تفيد بعد يعني. أثرو خذ ستوك واحد هذا وصل 6 ستوك. خذ ستوك. الحين بنشوف بيرمي طيرة وبيخلص من سناك ولا ما بيرم. اوه نايس اجكارد. نايس اجكارد. زين ويسوي اجكارد. هي يسوي اجكارد عجيب صراحة. وصلها 160. سادي ما صار يلعب لوت خطيرة. يعني تعرف طاقته 160 يروم يسوي له فانش بباب هاي حركه لا بس انه سايد بي ترى خلاص دائما انت هذا ما تخاف على طاقتك فتسوي دمج يعني تسوي دمج ونوك باك وهذا وغير هذا لا تنسى عندك ريج باك ثرو ما ضربت الفورورد الحين تهرزرد وايد يخوف وايد السبيسنج ماله جاب نو غلط ما كسر شيء غير حق ابير بس سوى اردد ادري بس تشوف الرود كل الحين رود كل بتذبحه ولا لا ما اقدر يسوي اظن واريو سماش واحد بس سماش لو يروم سماش واحد بس بينتهي فورورد تلت ولا اب سماش ولا هذا كله يروم يعني شل بعد 7 ستوكس شل 7 ستوكس نيو ريكورد نايس قدر ياخذ منه يطلع سناك ف 7 ستوكس ادري انت 6 وهو 7 وخليفه 5 انت تلعب ضد واريو زين احنا نتريا الشاشو تيم يختارون ذير نكست انا انصح منبر والله هي كاف اظن كاف يروم هي كاف يعني حتى بعد كاركتراته حلوه بعد كاف يعني ثري ستوك واللي فاز كاف يعني سل ستوكين كاف سل من كينج واريو 3 ستوكات اوه بنشوف تميم اللاعب الغامض اوه تميم يعني اول مره يجي في البطوله اللي طافت اقول لك لا هو لان السيف قال ما بيلعب فاخذوه اوكي الحين تميم تميم ثاني مره يجي بطولات اول شيء بس يعني كبطوله ما ستسار ها تميم تام اوكي بس شفناه في الكواليفاير يعني ادري بطوله بس ما خسر ولا طلع الاول ما خسر ولا ست خسر بس جيم واحد ماتش واحد ضد نيو تمبس بس من بطوله من سامس كان زي غريب بدم تير يعني من بطوله كامله يعني شو اسمه خلى الحين يمسح اسم لا اخذ اخر اسم فبنشوف الحين اظن
اودي اودي شيء غريب اودي بس شل ال جمب تاب رب ممتاز اي بي سماش اتاك هذا شيء غبي لا بس جمب تاب ترى وايد وايد مفيد صح 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 تاب صح صح اوكي يوروبا انا بخش شوف الحين اظن بعد كسبارسا ولا اسم 25 ما اعرف شو معناته ما بطل ما بياخذ روب خلقونا الحين الليد حق تيم تيم شاشو بتو ستوكس سناك ياسل سبع ستوكس هو اللي اعطانا الليد الحين ايك ضد كوشبار كوشبار يعني ايه حسبت بس يلعب روب لا لا هو انا استغربت شفت ان هناك يمكن يلعب في فرندليز كان ماخذ ايك بس اظن لعبه بايك حلو يعني لانه كان يفوز اشوفه يعني معنى روب بينفع وايد في هذا ايه روب يعني صراحه في السبيسينج في هذا يعني انا صعب تسوي لك جيمب صعب تسوي لازم انت شو تسيف الستوكس بالضبط روب روب تجيل ويرمي سيف الستوكس والريكفري ماله من احسن الريكفريز في اللعبه بعد اشوف ان سيف اللي هو رئيس فريقنا بس ما بيلعب اليوم ينصحه يقول العب روب ايه ترى هو اليوم مو بيوم روب اليوم يوم هيك ايوه بس ايوه ايوه تعرف هو اللي بيختار فما ادري يعني شوف شكله البريشر من سيف خلاه يغير روب صراحه ان شاء الله نتمنى انه هذا شيء احسن حق تيمنا اللي هو تيم شاشو حاليا مثل ما تشوفون فوق ال انتحر مره عشان الحين كوشبار بينتحر مرتين اظن ايوه انتحر اول مره ومرتين صح صح مرتين استك اخر شيء زين وفايند ستيشن بعد والله ستيش حلو فالحين صار بيكون ويت 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 تميم 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 تريح تريح ليتس كاونت داون كاونت داون سير على اليمين اخر شيء كاونت داون اوكي اوكي ثلاث لا تميم ثرو ذا جايرو ثرو ذا جايرو اوكي نو يلا اوكي يلا اوكي خلونا 3 2 1 ستارت سو شوي استعيله لا هو تميم بدا سيده ترى هو كان ياس يلعب هناك غريبه ها قوانين انا اول مره اشوف كذا يعني قوانين غريبه بس حلوه يعني صار حماس ان التيم كامل كلهم على قلب واحد يكونون على قلب واحد شيء فالحين مثل ما واحد يسال اظن سلطون بس كاتب بالخاء شاشو تيم الحين فايزين بستوكين ايه بستوكين مثل ما تشوفون 15 13 فوق فهاي يعني نفس اللاعب يعني اظن السادس لاعب وسادس لاعب بس انه متقدم عليه بستوكين اللي هو سناك شلاهم ايوه سناك شل سبع ستوكس يعني سبع ستوكس بهدلنا مع انه هو ما شارجه بس خوي وين راح؟ هو قال انه قال يوم ياكم ما احس انه وايد يعني كلوز يانا ولا شيء ولا شو يعني؟ هو لانه يعرفنا من زمان ايه ادري ترى هو قال هي ادري احيد نحن عشان كذا مو مسمين دبي والشارجه انا مو مسمين دبي والشارجه بس انه لان اغلبيتكم من دبي واغلبيتنا من الشارجه يعني فاستول تسميه يعني تسمية بس الحين نحن غيرنا اسامي شاشو تيم وكله بالقياس كله بالقياس فتعرف يعني توقع هالاسامي خلنا نرجع على الجيم استخدام حلو الجايرو حق روب مجدم بايد ما قدر شو اللي هي ما قدر شوف روب برسنتج ماله 64 الحين يبون يعني يخسر الليد فانا شكلي فقط اوكي الكومنتيتر شكله حرج فر السماعه عقل جاكيت مسوي اكشن دون اتشزي حامد اوكي حد من تيم كله بالقياس يعلق ما يستوي اثنين يعلقون من نفس الفريق زين سيف يرد بالنصائح شكل النصيحة روب كانت زينة كيف ما اعرف مره نشوف الفيوز لا نحن بس رم نشوف ال شو تشوف الماتش انت كيف ليتل ماك وهذا والله ما اعرف يعني روب عنده حركات تطلع زوني بس ليتل ماك سريع ليتل ماك وايد سريع صح بس روب بطيء بعد انا اشوف حامد عادي ياخذ الماتش لانه
شوية درب ضد روبز عندنا بس درب ضد روبز حلو بس حتى لو هالروب يعني أشوف أحسن من روبز اللي عندنا هي هي. ما في من روب غير تميم منو عندكم يعني روب أنا شوية ألعب روب بس مو بلعيب يعني هي هي. هو أحسن مو كمين يعني مو كمين ما في مين ما حد روب أنا سمعت إن حامد كان بيبدل عن ليتل ماك كان بيبدل لأن بس ما بدل لأن كان بيصير ماريو لو تبغى نسوي لك جمب كره اللاعب والمشكلة تعرف شو اللاعبين اللي عنده يسوي تروح تسوي لهم جمب دكتور ماريو وليتل ماك قلنا له حول ماريو مو بطايع بس بس راويناه حتى تحديته أنا بماريو هذا هو عارف إنه ماريو أقوى بس بعد هو شوف ليتل ماك صح إنه تروح تسوي لك جمب بكل سهولة بس عنده سوبر ارمر وايد عنده الكي او فانش عنده اشياء ما قلت تبتير بس مو بتمتير بعد يعني عنده كي او فانش عنده اشياء زينه عنده ليتل ماك ترى يوم شفت انا زيرو يوم اسوي الرانكينج يعني حاط ليتل ماك ميد هاي او ميد شيء شيء مو ميد هاي عجيب صدق هي 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 زيرو صراحه عليك كلام غريب انا يعني شوف اعرف انه زيرو العب واحد في العالم بس يوم يسوي فيديوهات ما صدق ولد يعني يقول ويفت من احسن 15 لاعب لا ما صدق يعني يقول هو قال احسن 18 لاعب ما توقع لا ما انا اشوف زيرو يعني هو يشوف برسبكتيف مالي يعني بلعبه هي. يعني ما يشوف الناس كلها هي صح اوكي الحين بنبدا الدور ما حد بينتحر ما بتستوي اي خبصه نلعب فيه ليلات كروز انا اشوف الماتش الستيج اللي صالح روب صراحه روب هاي داون ثرو ابير انا استغرب ان حامد ياخذ على الستيج لان اللي في الماك حتى يوم يسوي اب سماش ما بتضرب فوق السيري يعني بعد ولا ضربه صح فوق صح غريبه يمكن هو متدرب على هالستيج هو متدرب بس نحن بس حتى اتوقع تميم يحب اللي هو تام يحب هالستيج بعد اكيد يحب هالستيج تميم بس لا بتخرب على البروجكتايلز ماله يعني الليزر بيضرب الستيج وبيصير على فوق صح ما يعني نشوف كيف انا بلعبون اوكي بس تشوف حامد متجدم صراحه حامد متجدم بس ليتل ماك تعرف مهما جدم عادي يسوي له جنب في اي ثانيه جنب اي ثانيه نفس الشيء من ليتل ماك برسبكتيف مهما اللي ضد الجدم كي او فانش صح 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 يعني دبل اج سورد او شيء المشكله الوحيده اوه حلوه كاونتر الكي بانش موجودة بعد الله عليك حلو غلط تميم عادي تميم شوف الكي بانش بعدها الكي بانش ولازم تسوي الروب اتوقع 20% 20 هاي هو يسوي له راوزه الكي بانش وحامد كان يسوي له سيت اب يسوي له داون تيلت داون كيو هاي داون تيلت داون تركب صح شوف روب يحاول يلعب زونك اكيد اي حد ضد الجايرو الحين بدا يعتمد على الجايرو اكثر من اول الجيم اظن وهذا هو الصح صراحه ضرب بالسايد بي ما سوى شيء اب حلوه اب سماش اب سماش اب سماش خذ اوكي كل واحد سل ستوك من الثاني اتوقع شل شيلد على اخر ما اتوقع شيلد فوق لان شيلد كان وايد متروس يعني كان صح داون سماش نيوترال اير اب سماش اترو كومبو هو كان لا ما بترو كومبو لا كان رمس يتك بس اوكي شل كومبو واحد والله بدا الرزم لازم تشوف حامد يسوي شيء يغير اوكي ياخذ على الاقل ستوك الحين بيحاول يطلعه غلط روب صح ان الاريا جيم باكر كنت اقول روب حتى لو زين يعني حركاته في السماء زينه لكن بطيئه بطيئه إيه كله صح انا قبل كل يعني مثل اللي يشرش بعدين يضرب بس نيوترال اير ما فيها لا يعني نيوترال اير الله ونسوي كومبوات حلوه يعني نيوترال اير اب سماش اوكي شكله تميم رد على اللعبه الاولي نعم ليتل ماك تو رجع من فوق لانه لو رجع من تحت كان بياكل جايرو واحتمال كبير يموت حلوه حامد فورورد سماش اوكي سلس بس ما قلنا في كمباك كينج يعني ليتل ماك بشوف بالكي او اوكي بنشوف كي او بانش ولا بنشوف روبي فوز خوز الكي او خوز بالليزر اوكي هاي غلطه من حامد اوكي بعد ال الون مان ليد عند هذا
تميم بديش. هم نشوف تيم كله بالاجيال. نايس حامد نايس. يجيب لنا النكليم ماله؟ ال 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 اوكي. تميم كم ستك كم ستوك شلينا الحين؟ يعني هو كم شل ثلاثة من اللي في الماك. ها وكم ستوك عنده؟ وستوك قبل. تو ستوك عنده. ها لا لا وان ستوك وان ستوك. ستوك واحد عنده. هو يعني شل فور ستوك اتوقع. شل ستوك من كوشدار وثلاث ستوكات من دون اكشلي. الحين قال لي شوف التحكم ما يبى يتوهق في نص الدور. لازم تشوف التحكم. لازم تذكرهم عن بدون قبل. ايه تميم و ال تريوا لين ما اسوي التايمر. ايه التايمينج تايمينج كاونت داون اللي بيسموه. انت احس فاجاك واريو. ايه انا ما كنت فاجاك. انا اشوف فيديوهات على اليوتيوب كنت اقول انه كل يسوي رولز. والله نفس كلامه. بس كنت اقول انت يوم نص الماتش غير. بس في نص الماتش والله تتوهق. مو بعرف اسوي ابروتش. لما اسوي ابروتش يسوي لي بايت. كل ما اسوي ابروتش يسوي شو اسوي يعني. في شيء واحد يسوونه ضد الواريو صار شو؟ انتم تسوونه انتم ويتفل تسوون رول على ورا. انا من كثر ما لعبت يا واريو عارف لازم تمصات مكانك. هي. لازم تغير لعبك شويه ضد واريو. صح صح. كل ما تسوي رول على ورا يزداد الدرجه يضربك. نحن نفسنا في الامارات نسوي هالغلطه. انا اسويها اكثر واحد. صح صح. رول عوارة. لعب بهي رول عوارة. فيدعب دراجة دراجة دراجة. يعني صراحة اللعب. اوه مسوي يلعبون في سماشفل. الحين اول شيء تميم اللي هو تم بينتحر مرتين. الحين في ثلاثة انفار عند تيم حامد. كلب القياس. ايه. واربعة. والخامس تميم. في تيم تيم شاشة. الخامس تميم. ايه عند ستوك واحد. ايه. اليوم تو العد كان عند سيف. شوفون صراحه انا ما اعرف كيف يلعبون في هالستيج. انا مو من مقتنع يخلون هالستيج شنب باتن فيه. ما انا مركز يوم اشوف هالصور اللي ورا. اي صح صح. اي الكلام كلام صح. ناسي نكتون شو الصور صدق. هو بان موجود يعني لا ولا موجود؟ شو هو؟ هالستيج موجود؟ هالستيج بعضهم يقولون بدل ما تلعب في باتن فيلد تلعب في هذا. يقولون ترن اوف روب ما اعرف شو. دونج سينا ترولز كلهم. ايه بس خلنا نرجع الجيم الحين. ايفن هم 80% تقريبا نفس الهيلث. وال دونكي كونج ابيض مسوي كاموفلاج بالستيج نفس اللون. شوف بيرمي يشيل ستوك تميم. نشوف دونكي كونج يحاول. اوه توقف سماش سماش اب سماش سل ستوك سل ستوك. كم ها خمس ستوك حق تميم. ها خامس ستوك. الخامس ستوك الحين بنشوف الجايرو الحين عند دونكي كونغ. ما اذا تم عنده كيف وصل 50 متى؟ صح صح والله. بس لازم دونكي كونغ يسوي داون ثرو ابير اردج ورا نير. النير مال روب احسن شيء فيها انه اوتو كانسل اول ما يدق الارض. يروم يسوي جاب ولا داون تلت كل شيء. نشوف ان ال وايد يسوي ابروتش بالابي على الارض. في ناس يقولون روب اندر ريتد. توافق هذا الشيء ولا لا؟ يعني هو يعني بس ترى مسوي كومبوات فيه. ايه. يعني مت هاي او شيء شيء اب سماش ما داخل دونكي بس. دونكي ثاني اسجل واحد ما تتوقع انه يموت بهالسرعه. ايه ما يموت هالسرعه. وي ليفن. بس يقولون ان روب احسن هيفي كاركتر. انا قريت قبل يعني مو متاكد من هالمعلومه انه روب مو بهيفي كاركتر. لا هو هيفي بس فلوتي. لا انا قريت انا هو مو بهيفي هو مد مد يعني. كارغو ثرو طار وايد فوق. حلو 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 من ال. الحين كم ستوك نيد؟ ثلاثة بجول. نشوف ثلاثة بجول. فانترون بيلعب مين جيجلي باف. انت فهود وال. انت؟ انت فهود وال. ال بس؟ خمسة اوكي اوكي. اوكي الحين ماتش دونكي كونغ جيجلي باف يعني غريب شويه. صح ان دونكي كونغ عود بتروم سوري فرودين فرودين ايه فرودين بس عادي على 50 او 60 سماش تموت. ايه صح وين في نفس الشيء. وانا اشوف ماتشز يعني دونكي كونغ ضد يسمون جيجلي باف يسوي له سبايكس. يعني لو دونكي كونغ يعرف كيف يسوي سبايك يروم يسوي له سبايك. ايه بس انا اشوف انه
ما عندنا جيجلي باف وايد في المرات. كيف؟ ما في الناس وايد يلعبون جيجلي باف. في واحد بيكون غريب. بس في واحد انا ابغى اقول لك لو تبغى تلعب ضد يمكن يجي تورمنتس الجايين لعيب جيجلي باف. هي فانترون. وايد لعيب جيجلي باف. ان شاء الله بيجي تورمنتس. شو النكيم؟ حمد شو اسمه الجيجلي باف قبل؟ اكل التحدى ربيع كم؟ جيجلي باف. منو؟ حسن الغزال. احل كميتي يزيد بعد ما شاء الله يعني. شفنا الحين فانترون كله يحط في مونفل ما اعرف ليش. بس انا اتوقع ان فانترون بيرمش الستوكين بدون ما يخسر لان الجيجلي باف ماله. شوفه بيشلس والله ما اعرف. انا كنت ابايه ضدك. هو هاي المرة لعب زين ضدك. انت قطعتني سوا اليوم. لا انا اقول لك ساعات بس يعني كرو باتل يفرق الماتش يعني تلعب بس بثري لان ساعات مثلا انا ضدك يعني تحيد ضدي سويت كامب يعني اول جيم انا يعني حسيت بفوز عليك ايزي. جيم ثاني بديت احفظك. جيم ثالث بعد سويت احسن. سويت كل جيم لعبت احسن ضدي. انا اتوقع يعني ما عندك وايد تحفظ اللعب. عندك ثري ستوك وكل التيم معتمد عليه. كل التيم صح. توتر وايد. توتر زين. ترى فانترون عنده شانل على اليوتيوب اسمها فانترون فايتنج جيمز. ما شاء الله. انت تكنسل وهو بيختار الستيج. كنت اقول ايه فانترون عنده ستيج على اليوتيوب اسمه فانترون ما شاء الله فايتنج جيمز. يسوي يعني مسوي كيف تلعب ماريو شي اشياء. والله بتشوف شانل برد عمي يعني لازم يشوفونه على اليوتيوب. هو ترى وايد بعد يلعب مورتال كومبات اكس وسماش 4 ام كي اكس سماش 4. لعبته ما يخصم في بس انا اول مره اشوفه الصراحه. لا هو جاي هو ما لانه في راس الخيمه هو راس فما يجي وايد. اوكي الحين ال لازم ينتحر مره ولا مرتين؟ مره انتحار. العد عندي 3 2 1 go. انا اشوف اول شيء يحاول يسوي سبيسنج بالباك اير. لو تلاحظ هي الجيجلي باف انا اقول دوكي كونغ لو يسوي سبيسنج اكثر شيء بالباك اير بيفوز على الاريال. دوكي كونغ صح عنده الباك اير ماله وايد زين حق سبيسنج. نشوفه يستعمله كل الباك اير زحين. فانترون متوتر مو برايم يلعب. اوكي جراب فامل فامل وطاح. بس صح توري يعني اوه بالداون بي ستايل لا لو بس على اليمين سبايك. لا بس جيجلي باف يعني عندها 1000 نقزه بتروم ترجع اتوقع حتى لو وصلت اخر الحين اي ضربه من دونكي كونغ جيجلي باف بتموت. بس في نفس الوقت اذا جيجلي باف سوى تراست دونكي كونغ بيموت. يعني الحين ابتلت من دونكي كونغ ابتلت في احتمال تتشل. احتمال كبير بعد حلو حلو باكر باكر وياخذ الستوك باي ضربه يشغل ايه باكر باكر وايد زين. دونكي كونغ يعني سبيسنج تول وكل موف خاصه ضد اللايت كاركتر زي جيجلي باف وخاصه جيجلي باف تعتمد على الاريال يعني بالضبط. دونكي كونغ الحين ياسي جيجلي باف اصلا احسن شيء عندها تنقز فوروردر وترجع الاريال موفمنت مالها وايد زين. لكن الباكر مال دونكي يشيل كل الرينج يشيل كل الرينج ما بتر مسوي هالحركات اللي دونكي يعني الحين صراحه انا اشوف جيجلي باف صعب تدخل لازم تذبحها بطريقه فاجئه الحين كيف تدخل بتذبح فوروردير تفاجئه يعني تصد الضربات يعني تغير ويعتمد الحين بعد شوف لو تبى انكسر شيل جيجلي باف بتموت سيده خلاص بتموت فورورد سماش. لا لا هي يوم شيلها هي صح 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 بشوف بيرمسها بالقم. لا ما سوى اجقاد رس 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 بيروم يساوي بانش نو بانش نشد بسرعة نشربنها شاي معروف فانترون وايد يشرب شاي وايد يمكن عشان شي ايه يمكن نشوف فانترون جاب جاب الجاب سمعت جيجلي باف ما اعرف وايد ايتها قصيرة وايد ايه وياخذ ستان بالداون سماش كفو. شوف الحين الليد حق تيمنا اقل ليد فري ستوكس بس هم مثلا ون ستوك داش اتاك كان بيسوي السبايك كان بيسوي سبايك
اوه فوروردير لا ما كمل عليها ما شيء ما كمل جاب جاب باك ثرو باك ثرو فوروردير فوروردير افا ما كملها كايرو مسوي فوروردير بس فاهم يا اوه على السوبر ارمر هاي يعني ديسريسبكت شويه الرست ايه نبقى نبقى فوز خلف فوز يلعب على اوكي الحين فورستوك ليد فطرون شكله مستانس على الرستات اللي سووها لا لا او مون في المار انا ابغي ابتعد عنك يا ريال اوكي بطلع من الكومنتري وبي هيلكس اللي لعب ماريو احسن مني اليوم فوت فوت ركز بس اقول لك تروح تسوي كشك والله بس ركز سوي الكومبوات سلطون كيف حالك كيلكس الحمد لله شخبارك فريقكم زفت ها فريقكم زفت ليش زفت ليش مو بزفت حق رباتي كل حد يحط على الثاني ما نحط على الثاني حرام عليك شو حرام عليك روبرت بنحط على الثاني لا بنحط على الثاني اوكي بس لا يعني انت انت تجي ضد فريقنا نحن ضد فريقكم انا اخر واحد ان شاء الله ان شاء الله سوي كومباك ان شاء الله ان شاء الله يلا زين الحين نشوف دخلوا فام اكيد بيتخشك اكيد اكيد بيتخشك حط سماعة ليش حط سماعة ما بسمع شيء شو الفرق انا بعد ما اسمع زين شو تشوف الماشاب جيجل باف ضد شيك اكيد تلعب اللاعبين يعني انت مجيب اللعيبه كلها باللعبه لا والله صعب حق جيجل باف بس جيجل باف شو ترم تسوي كراوتش يعني تلعوز شيك شوي تعرف ان تخوز على الجراب مرات لو رامت تخوز على الجراب هاي حركه في ميلي تعرف شو اغلب جيجل باف يسوون لو ضد شيك شيك تعتمد وايد على الجراب لو ترم تسوي كراوتش ترم تسوي راس وتعرف كيف قوي كان راس هناك يخسر على 20 اقوى من الحين بس عادي شو 100 وشي ما يخسر انا اشوف ليش اسمع شو اسمع الفورد اير تغلب الحين ترى خلاص الحين اخترت الدور اوكي الحين ترى البان اوكي دشو سماشفيل شيكفيل ستيت عجيب شايل يقول نكت غبية برا غبية اسمع الزين طول حياتي يقول لي خانته في الماتش وان يلا الماتش. يلا بدينا نشوف يلا شيك ناق الناس احس جيجل باب بتلعب سيف هالجيم لازم تلعب سيف لازم وان شوت شيك غبية شيك الحين بس بتم ناقص جيجل باب احسن عندك تنقز ايه شو تسوين ما عارف دي فوردير ما توقع دي فوردير مو ما توقع دي فوردير هي اصلا شيك سبوا له فوردير بس انا شيك شيك لاعبين شيك والفوردير فوردير بس ما تسوي دمج وايد يعني لو ترمز تسوي فوردير اربع مرات ورا بعض دمج وايد مستوي لا بتسوي شو ابيض اوكي احسن شوف تايجر يدور على فاهم فور شيك حرام يدور على الابيض قبل شوي يدوره ولا بيحصل طول حياته ان شاء الله ليش بس ما ابي ابي يخسر افا شو افا مو انا او بازك من صدق فلوتي وايد جيجل باف صعب اسوي له كومبوات وست اب حق الكل من ثروز تشيل فلوتيز يعني الحين شو يرمي سوى تشوف الحين افوت كان بيرمي سوى ابيل لو سوى اسرع بس عشان شيك كتره ما بترم تسويه ليش تحاقد على شيك صراحه انا على الفريق اللي ضدي الفريق اللي ضدي بلاك ما تعب انت حط اوه وياخذ الستوك ما شاء لا شيك ليش سووا بان شيك مرة ثانية لا تدخلون شيك اللعبة شو هذا من الهيترز شيك شو هيترز شيك مع انه هو يلعب شيك الشيء الغريب ما اكره شيك اكره فريقكم ونحن اللي كراك شي لازم شي لازم عقل مو ملل شيء يعني شوف فاهم ما خسر ولا ستوك يعني ان شاء الله يسوي الكامباك الحين لازم يحطون هانديكاب 80% اللي كان عنده بس عشان يلعب شيك يور تايم يور تايم فهود يور تايم كاف الحين دخلوا عليه فهد اوكي اوكي يلا فهد
لينك بطل زلدة مو بشيك. بلا تشات بعد ميت، ما حد يطالع؟ في حد يطالع؟ يحطون العدد ولا كيف؟ لا لا ما بالعدد، ما يحطون عدد صح؟ ايه خلني بتشيك. حط الاسم هني بيحطون صح؟ شو هذا؟ شو العبه؟ خلنا نشوفها شوي. ما راح نشوف كم واحد يطالع بعد. لا لحظة الحين كم 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 حياة ترى ما نضيع. نعم كم حياة؟ ثري ستوك. لا الحين لا تعرف مو معدلين بعد الحيوات يعني. ما عارف شو السالفة. لا أنا بقولك شو السالفة. أقولك لا تقول لي. سنك. لا تقول لي. ثري ستوك. كيل وآخر واحد. وكاف ثري ستوك. سنك وكاف. أنا وفهود آخر ناس. يعني فهد عقبي أنا بس. اوكي بنفوز. الحين ماتش اب لينك شيك. الحين الحين بدون ما تمسخر لينك يلعب شوي شيك شوي تعرف البروجكتايلز. في بروجكتايلز صح. يلا بدنا 3 ستوكس. نشوف شو بيستوي الحين. شوف هذا شيء المفروض يستوي لينك اللي يفوز مو بشيك. لا ما شيك توقع. شيك دوم تخسر. تشوف شيك شيخه متحجبه يستنضرب واحد يهودي ما اعرف ما اعرف ايش اقول. فوردير تشوف من او فوردير حماس شوف فاهم يحاول يدش بس لينك يحاول يسوي زونينج الحين بس هذا هو يعني لينك لينك ضربته القنبلة يعني شيء غريب صراحه. اب سماش اب او لا 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 اوكي اوكي ما خسر الحين بيسوي رول وتنفجر ايه اهم شيء. او الدهشة كانت خسر شو هذا شو الغش شو الغش ما طايق من شيء بنشيك هنا. لا لا ما يدري ايه بسوي بسوي انت ما تخصك انت تلعب الويجي القديم نرف الويجي؟ ايه شو الفرق يعني؟ شوف الكومبا بريكر كان بالعم طلع بالقنبلة اوه مخلي القنبلة بيشرد بيخلي القنبلة اوكي صداها ها حركة سنيك في برول خلي القنبلة وانت داخل الشيلد الناس يضربون شيلدك ينفجرون اوه يخسر اوه حرام اوكي سنايب الحين ما تسوي هاي الحركة في لينك صح؟ شو؟ تخلي القنبلة عندك وينفجرون؟ هاي ينفجرون الحين اوكي انقذته صراحة القنبلة ما ادري بعد لا كومبو بريكر القنبلة لا هو هالمرة عرف بس لا اوكي شو؟ خوز انفنسبيلتي اوكي داش اتاك ستالين ما ترم اوه غشت اوه شت اوه ما سوى انت اهم شي الجاب اهم شي الجاب ابتلت ابتلت فور دير جاب فور دير شوف شيك ما ترم يعني لو شاد قدامه جاب والبايورتي بالسيف يسوي كل شي صراحة ديس جوينت يعني شو توقع ديس جوينت شي المفروض يكون مبنى سمارت سيف مطبخ شو سيف سكينة مطبخ يقص فيها التفاح. زين الحين شو لا شو تلغراب بوردير فادح او يلا الحين اوه نيدلز اوكي نيدلز اه شوف الجراب شوف قص عليه بالعم سوى سماش تشارجاه قص عليه ولا عيب لعيب فهد ايه شوف بالعم كل شي بالعم شوف طيارة فوق عشان يخسر او ما عنده فيزيبيلتي حرام لا غلطة بس حلو لا ما بيخسر شيك كترة لا 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 تنفجر لا تنفجر اوه لا اوه اوه شت يس اب ثرو الحين بسوي له شو ابي او لا يمكن شكله يبغى يدخل قنبلة عشان يسوي له داش اتاك مرة ثانية يقص عليه اوكي بعد داش اتاك بس بدون قنبلة 99% تذبح بداش اتاك وين تذبح اسرع اسرع بعد لا ايه اسرع انت كيف طار
افتت نير اه كان بيسوي جرافس الرول ماشيك عبيط. يلا زين الحين كيف اوكي قف عليه شيك مكانه عند جاندورف لازم لينك يساعدها عين شو تضرب يا لينك شو تسوي جي تشكرين انت جي تشكرين اوه لا باونسنج فيش ياخذ الستة باونسنج خرا فوت فور فور ديرز فور ديرز شاي لعبة شك زيغني استغفر الله بالنيترال اير اب سماش بس ما خل وسوى لي بانش بالجراب اعوذ بالله من شيك اعوذ بالله من شيك اعوذ بالله اوه 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 لا 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 ما يشتوي جي ما يشتوي ما يشتوي عادي شي انفجر الكمنتر بايس طلع حق تيمي يعني ما نلوم بصراحة انت بعد على تيمي انا اكيد بايس بعد حق تيمي بايس حق تيمي كنت يتكلم مو وياش تقول شيء المهم الحين بس لما تشوف شيك تخسر هالي كل حد يبغى حتى اللي ما يعرفون يبون شيك تخسر لا 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 اب اير بعد لازم داون اير اوكي زين ما سوى داون اير شوف كيف فاهم خايف يخاف من شو سنيك يخاف من لينك شوف الرينج المفروض شي يكون رينج طول حياته الرينج يستعمل هوك شوت عشان يساعد عمره في العاب اخر شيء ما يقول اخر الستيج هو شي المفروض لا اوكي زين لف يسار شوي لف يسار شوية يلا فا اكيد فهد ضد فهد اي فهد بيفوز يلا اوه اوجه ايش هو هذا ايش ما تموت بلاها ما ماتت هاي الخفيفة ما تموت اوه اوه سيم ريفرس داش اتاك بعده شوف بعده ما سنايب طبعا سنايب ضرب ريلها انا رأت ذنيها نفتح بي لا اوكي شيك خوافه شري ضاربي نشر يايل بس انتي حرمه بس بعده ادري ترى قلت شيء بس ضاربي نشر يايل سوي عمرها ريال عشان تقص على لينك شوف ذا اوه ماله اوكي شرد الحين شو كلوز ماتش يلا خلص ارو اوكي ما بيخلص بيعطي باللايت ارو اللي فور دير اوكي بعد حي يس شوفوا سووا بان فهود يوم والله حي حي هايله على لعيبه عارفه على لعيبه عارفه شيك غبيه شو تسوي انت؟ يلس يلس حامد يلس يلس زون خلني اركض كم حياة ذنب ناقص؟ هل تيم 6 ونحن فوق علق لا تحرك بس خله خله شوي ما علق ايه تعال هنا اي علق بس لا تسوي شيء لو علق اوه اوكي انا حاط هنا لوك ايه اوه اوكي ما الحين باقلنا سنك و فاك تو ستوكس بس سنك ومنو ما عندنا احنا سنك وكاف عادي 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 كفو كفو والله كفو الحين يا اخي نحن بهدلنا منه تام صراحه تام بهدلنا لانه ما حد يعرف الماتش ضده فقدر يطلع 5 ستوكس حرام يعني حتى لو تعرفون فريقكم كثره ايه وايد قطع اوميجا ما كيفكم لو تبون لو تبون لو فاينل ديستنيشن موجود يستوي انتوا لو تبون على كيفكم ادخلوا تمبل دشوا على كيفك شو تمبل ترى على كيفهم ايه او ماي جاد بنتي بدا الفايز احسن اي استوي استوي يا ادرزه ردوا باك فلوت زين وحين فهود فهود الوحش شاشو تيم فيرسس كله بالقياس شوف شوف شيء غبي الحين بتنتحر بتنتحر مرتين اقول لك شوف انتحرت مره واحده شوف عادي ما انا عارف شو بتسوي اقول لك استهزاء استهزاء حبيبي استهزاء هي
الحين استهزاء من كثر ما تخبلت. صباشي 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 من كثر ما تخبلت. يلا يلا 3 2 1 اكشن بام بام. ها صار صار شوف شو هون. اوكي يلا 3 2 1 اكشن. يلا زين ف كذا ما تخبلت ضد لينك صارت تنتحر تقول كيف. لا طيب هو يقول كله بالقياس حبيبي كله بالقياس يعني ما يحتاج انه مثلا يكون عنده 3 سكس عشان يغلبها يعني تعرف. انت ما عليك حبيبي ما عليك. خلينا نشوف التيم الحين خلينا نشوف اللعب خلينا نشوف شيكا كيف غبي تضرب كل شيء. ما ادري اشوفك انت كاره شيك يا اخي شو السالفه. شيك عشان شيك الوحيد اللي كان موجود انا في كومنتري. ايوه كل حد فريقكم والله صراحة انه خلص خلص السريع. وين الحياة الوحدة اللي تحتاجها؟ وانا بس حياة واحدة؟ حياة واحدة عشان تطلع بسرعة. خلص السريع. يلا اللي بعده عندنا اللي بعده الباح الباح ابوي الباح اخر واحد من تيمنا نوع فيز دربل. شو عطيني لي؟ شو هذا؟ وين؟ شو هالي عم فنشان؟ ما ادري حطيني اللينك ماشي طلع ما ادري والله ما حد طرش لنا بعد بس شي طلع. هذا واحد يستهبل كاتب جي اس 4 ما ادري ايش منو اه سلطان كاتب. لا لا لو حد كاتب يطلع بس مو كاتب منو. ها مو كاتب لنا حد كاتب. لا ترى هذول اول شيء هالاسم ترى شوف جي 4 هالاسم بعدين هالاسم ها اوه هالاسم صح. هي ترى اقول لك هاي شكلهم اللي يدشون اللي يدورون دعايات اللي ما ادري كيف وشي يعني. الحين عندنا فيز ربل ضد سنيك. فيز ربل فيز ربل ضد سنيك الحين يلا لويجي وكابتن فالكن. علي علي لويجي لويجي سوى كتر الحين سوى له نرف خلاص ما حد يستعمله. ما ادري ايش البح بعده يستعمله بس اوكي كيفه يا اخي يخسر يعني يخسر خيبه. انت شو لعب درجه بايس ما بقدر اقول نايس. شوف اقول لك ما ابي زين ايه عجبك تو ترتقى بمكانك انت. لو ما سوى له نرف كان بيخسره من زمان. ايه والله ايه تو لو مو بالنرف كان خسره صراحه. والله نايس اي يستاهل. اوه نايس بس اللي يلعبها ما يفكر بس بسوي شيء شيء زخ واضرب كل شيء على الكنترولر يوصل 90 بالمية. ما شاء الله فيز ربل فيز ربل الوحش. اهم شيء بس ما يتهور. اهم شيء ما يتهور. تهور طبعا عدوه. فالريال اللي عندي وايد بايت صراحة. لا تخلني انا اكون بايت بعد. ترى اقول لك انت تكون بايت ضدنا نحن. انا شي اقول زين انا ما ينفع كلام زي ذا يا اخي. خلينا نجيب الجيم اذا كان اوكي ولا لا ولا هذا كيف. اوكي زخ خشمه خشمه وايد عود زخم خشمه صراحة من متر زين. اوكي ما توقع الباح ما توقع لا توقعات شافه من بعيد قال انا ما استاهل الحياه الحين. ما خسره قال انا الحين بخسر هد الشيت بالعمد. ايه ها اوكي تريلر دوج قلت رياه اظن بس ماش واحد بس من فيز دربل بتنهي كابتن فالكن. هو تو كان جاي لنا بالنيبه ايش استوى لا مثل ما قلت بس ماش واحد بتنهي الشيء الوحيد اللي يسويه الحين هذا هو الباك ثرو. زين خلينا نشوف الحين بيروم يطلع اوه والله طلع من لا 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 شو هالجاب. نير 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 الوحش. حلو 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 الباح حلو الباح حلو الباح. اهم شيء ان تسيف تو ستوكس حق جيم الجاي لان جيم الجاي انت بعد عندك كاركتر كامل اللي هو كاف. لا شو شو يجي الغبي. اوكي كنت حاسس انه بيسوي شيء بس دامج وايد اول شو استوى شو جراب احسن ما يرمي سوف فولو اب بس احسن يستاهل. شو بالبطيء بالبطيء اعطاه ضربه بطيء ضربه بطيء ضربه بطيئه. لا 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 اوكي سوى ريكفر زين 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 فالحين الباك عنده باك ثرو مطلع لنا ستيت سبايك. اوه لا ستيت سبايك على طرف لا سيد ما استوى ستيت سبايك. خلينا نشوف هنا بس اتحمل من سايد بي. سايد بي اكيد هو جبت له شيء اول طريقه شوف اتحمل من سايد بي. خلاص خلاص خمس حيوات شو بيسوي؟ عادي ابوي الباح يستوي وحش مرات ما عليك. بس هالمره مو هالمرات خلاص خلاص انا الحين بروح البيت عيال. يلا وين رايح؟ شوف خلصنا خلصنا شو نسوي؟ شو تبغى نسوي؟ كومنتيت شو؟ كيف يخسر اخر حياه عنده؟ اي بس ما عليه لا ما عليه اي عادي عادي يعني صح وايد بايس. اذا بايس اكروبات اقول له هو يكون بايس ما يخصني. يبغى يكون بايس قول له سنك كترون
انت ما يخصك انت لا تتفلسف تبغى تلعب ضد جاندر بشيك اخر شيء تخسر وما اسوي شيء لا تتفلسف تقيب اعصابك اعصابك يا رجل اذا ما نشوف الباح الحين يتطور الباح بس انا الباح البح البح فيز دربل فيز دربل كله من السيف الحين قمنا نقول الباح الباح وين سيف اوكي الباح وين صاير سنك سنك شغل يعطيه تشارتي ستوك اوه ياس اسمع انا اشياء عجيبه ياس ستريف شو اسمه زين فا الحين شوف ايش يرقص عليه وصل وصل الحين للسايد بي سايد بي اقول وين صاير وين صاير وصل للسايد بي كل سايد بي اصلا موجود من زمان تو بغى يسويها شوف تو كان يبغى يسويها بس انه وشله الحين عندنا اخر 3 ستوكس من كاف تو لاحظت انه عنده حياه واحده كاف كيف يرى؟ ها؟ 1 ستوك فيرسس 3 ستوك صح لا تصير جرانجا لا تصير جرانجا كترة خد بلدي هنا ايه ها يا جون سينا كيلكس هلا كيلكس سينا كيلكس سينا وايد بايست يا اخي انت فالكم ما يقهر انت تقهر ما اعرف انت اي او اكس اكس في 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 92 محبسة يا كاتب يس ما ادري الحين هاي يس لان البحث سوى له ستيج سبايك ولا يس مع كابتن فالكن اظن هي مقهور من فالكن شافه يخسر ما اعرف يمكن هذا ما سوى حفله صدق والله هذا شو اسمه ما غرنجا كترة؟ ايه يقولها غرنجا كترة غرنجا كترة ايوه ايه صح شوف خليفة حتى الكومنتس يقولون غرنجا كترة كفو كفو اوكي باتينا شوغر دادي زي المهم انا قصيت على سيل قلت اوه نسوي كومنتيت شوي وروح اكيد الكومنتري ما سيد ملل والله سيف والله صراحه ما سمعت شو كان متى سوى كومنتيت ولا هذا لان انا ما لسه بس صراحه كان ممل ما حد كان ويسهيل كان فنان صراحه يعني انا وسهيل كنا ياسين كان فن صراحه لان سهيل هل الفن مالكم خلوه على الويكليز مالكم مو بحين ليش شو السالفه اكرو باتل لازم نكره بعض ليش يا رجل زين هذا يا اخي شيء يعني ليش نكره بعض بالعكس كلنا حبايب واهل حبايب زين اباكم تخسرون كل حياتكم ها عادي زين شوف انا اخسر ما في مشكله يوم من لك يوم من عليك ما في مشكله عقب الكروب تقول حبايب ما اعرف خلنا بس نكره بعض شوي صراحه بس نحن ما حد هلكنا غير سناك والماتش اب الخايس ضد تام صراحه لان ما حد كان يعرف الماتش اب ضده سناك ياب 7 ستوكس يعني طيح اثنين و1 ستوك زياده سيل مسكين يقول انا لعبت ماري احسن عنه بعد الله ما ادري صراحه عدو انت عذبت الشعر مسكين لان كنت عارف الماتش اب ضد بالوتينا معروف انه وان باك ثرو يعني بتطلع لوما من ستيج صغير بعد اللي هو سماش بل وشو طيحيهم طيحيهم فيهم طايح فيهم المهم يعني يمكن كان سبيلينج ميستيكس مو يا غير يكتب طايح فيهم بس ما اعرف شو كتب اوكي اقول لك ما عليه ما عليه مسموح طاح طاحيهم فيهم الحين اظن لو الانجليزي يشوفون الستريم يتحرون الحين نمر شيء قبلة الله اكبر الله اكبر اهم شيء الله وي سبيك ان انجلش وي اندرستاند هاو تو بلاي سوبر سماش براذرز وي يو او باتينا اوكي باتينا فيرسس لويجي وفي تاون اند سيتي يلا فيز ريبل انت ريبل يا فيز ريبل انت ضد الكل انت ريبل على فريقك اخسر الحين شوف خسر يستهزئ فيكم شوف اخر مره انت قلت شي شو سوى هو صراحه من كذا ما استهزئ فيكم قال انا ابغي البح ياخذ كل الستوكس يعني فالحين يلا 3 اكشن زين فبدأ الجيم الحين
كاف بدأ ببروجكتايلز وريفلكت وصراحة بلاتينا بعد أنا ما أعرف وايدين يلعبون بلاتينا صراحة بس هو باللعبه بلاتينا وايد عجيب صراحة. أوه شيء زين لويجي ما رم يطلع بالنير أحسن لا تطلع طول حياتك. خيبة خيبة. أنا يا سفكر توه يروم يطلع بالنير أو لا بس كده فكر عقب طلع إن هذا هي تلحق قبل ما تسوي شيء. ترى أوه الباحث جوا أنا يحاول يسوي لها بروج بس ما يروم يسوي بروج حق بلاتينا. أوه أوكي لو دش داخل دور كان بيكون قريب مي طبعاً شد دونير. والاب سماش مالها وبعد هي وبعد شو لويجي ما رمي شيء ضد بروجكتايل حتى لو بروجكتايل غبي نفسه يدز شيلد مال لويجي لويجي كتره يعني اخ لا نايس شو نايس 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 لا مو بنايس انا اسمع في شيء يهتز ما في شيء يهتز صح والله في شيء يهتز ما اعرف ما باكر ايش الله يسامح خليفه اوه اوكي ما عليه فاتن كتران والله انتم داخلين الناس من برا عشان سوى انتم داخلين الناس ما شاء الله والله كلهم ربعنا شيخسنا داخلين الناس من برا انتم بعد ماخذين سناك بعد صراحة سناك واحد من ربعنا هو خون فيكم يعرف انكم تخسرون لو هو ماخذ 7 ستوكس يعني 2 بيبل عن 2 بيبل هو ماخذ راحت ان ما علي خلاص فزنا استوى اللي استوى وخلص الجيم مثل ما تشوفون يعني ما علي فزنا الحين مره وانتم مره ما في مشكله الحين هم بيلعبوا فرنديز فرنديز يلا مع السلامه خلي الستريم عادي قبل ما تسكر الريكوردينج انا سكر شو الريكوردينج ليش